عندنا شاورما ميكس جمبري ولحمه، لحمه شاورما او جمبري من غير ديل او بديل، طماطم وبصل وتوم وفلفل الوان، فلفل حار وبهارات فاهيتا، شويه شبت، بابريكا، ملح وفلفل، كمون، بقدونس، ساور كريم. عندي انا ما افتكرش ان تاخد جبنه مبشوره، هي كده زي الفل. انت هتخترع فيها، انا مش الي الاختراع يعني. ولو عندنا رغيفين شامي ممكن نعملها في العيش، ممكن نعملها غرف زي ما انتوا عايزين. قبل كل شيء نصلي على النبي. عندنا زيت زيتون اهو، وده الملح بتاع اللي انا هستخدمه في الطبق كده يعني. كده بقى مش هستخدم انا ملح. والحاجه اللي بتستوي وقت كتير هي عامه دي لحمه فيليه، هتستوي بسرعه. انزل بقى كده لازم تاخد ميتها اللي جابتها. لازم البريبريشن ده يتنسي من عندي. هو ما احس ان اللحمه اتشمعت لكن ما استوتش. دي من غير اي اضافات. كده بقى بدأت تتنسي اهي. انزل بقى الاول بالثوم، بعد كده البصل، وانا عايز الحاجات دي تبقى كريسبي. سنة زيت تاني، زيتون بالزعتر، لازم الظهر بتاعه يبقى مفتوح، متشال منه العرق الرملي. محطة افضل عايب عليا كده. كده الجمبري استوى وخد حقه، لان الجمبري ما بياخدش على النار ثواني. نروح بقى داخلين عاملين ايه اهو. لاحظوا ان احنا اديناها الملح بتاعها، تاخد حبه فلفل وادي الطماطم ودي فلفل الالوان. اخد شويه ميه صغيره خالص خالص خالص. عايز اقول لك على حاجه مش الك صالح، بس بص شوف الطبعه من ازاي منور. سنه ليمون
ما خلاص بقى انا هغطيه واصوت عليه. حاضر اهو. دي ميه سخنه هوبا. صار كريم. وادي الشاورما الجامدة الحلوة دي.